جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: بعض الأحيان أذهب مع زوجي إلى بعض الحدائق وعلى شاطئ البحر والاختلاط مع رجال أجانب، هل يجوز لذلك؟ لا يجوز الاختلاط مع رجال أجانب لما يسبب من الفتنة ونظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال، فهذا حرام ومنكر سواء كان على الشواطئ أو على غيرهما. والواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتتجنب هذه المواطن الفاتنة، كما أن الواجب على الرجال من باب أولى أن يتجنبوا هذه المواطن التي يحصل فيها فتنة ويحصل فيها اختلاط، بل الواجب على الجميع إنكار هذا المنكر والقيام والسعي في إزالته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.